ما ممكن يا جمال، ما ممكن دي المره العشرين اقول لك وديني محل تقعد تقول انا عندي زول دار راغبه وعندي زول دار قبضه. ما ممكن يا اخي، هذا الشغل يا طبيعه الشغل حاجه بتجيك فجاه يعني. انت بتكون قاصده بسمع مشاويري انا مره فاتت برضه قلت لك ودي عندي ناس خالتي قعدت تقول لي برضه راغبه زول ده ما راغبه زول ده. يا اخي ما ضروري تليفون، قال لي زول ده اسي المحل كده امشوفه، ما لازم اشوفه يعني. قلت يا انزلك يا اجيبك معي، قلت لي امشي معك خلاص، قلت جيت خلاص. انا قال زول ده المناسبه يعني زول مهم جدا. بعدين شنو موضوع ده؟ انا لو نجحت فيه هترجع ترجع ترجع معاك مش كويسه. ما طول الموضوع ده لكن لا 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 بس انتظر نحن اصبر. طالما هم قالوا هنا انا حيصهر السي شويه كده بيصهر. انا انزل بشركه بلايرك شو ولا حاجه يا اخي؟ ما تنتظري يا اخي، المحل مقطوع ده حتمشي وين يا برك؟ اهو 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 ذاك شايفه يا حيليو. ايوه الحمد لله تابعه. ما تخاف يا خلينا هاي لا خليك ما تخاف يا بديك رايح عسي سريع. طيب اوكي بيجي بيجي ما تخاف يا كيس جاب الولد. ايوه وفيه شنو؟ ظاهر فيه مخدرات. مخدرات وديه البحر. خير الرأي ظلمناه ساكت. كيف لقاه زول اداه كيس كيس فيه حاجه كده يعني ما. حبوب حاجة مين ملفوفة عارف قال شنو؟ قال لي شنو؟ قال له ده البحر. والله؟ والله خلاص هنمشي يعني؟ لا دقيقة بس نضرب الراية ده أكلمه بالحصل نوريه النتيجة بتاعت المراقبة. ألو أسعدتك. أيوة ده اللي شفته. أيوة أيوة ولاقاه زول هداه كيس كده فيه حاجة كده يعني ملفوفة هاي قال لي وديها البحر. اي والله رأي ظلمناه وساكت علي شيخ. ها انت وين معاون؟ انا اجيك. طيب طيب حاضر لك يا جمال. ما ممكن انا اقعد امتين. بجيك بجيك السعر بجيك. ما ممكن يا اخي. كم ساعتك؟ قلت لي ظلمناهم. ايوه والله ده الكيس يا فوق الحبوب بتاع المخدرات. ده الكيس وده الولد جاب الكيس. هاي ده الولد كان شاري الكيس وجنبه ده المتهم الاساسي. ده زول كنت مراقبه. كنت مراقبه انت وجنبه ده الولد له المخدرات. هاي ساعتك ما قال له شيل الكيس وديه البحر. يا سيادتك ده البحر فضل البحر اسمه كده بالله.